أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج تواصل دوت كوم. مشاهدينا الأعزاء، نذهب وإياكم الآن لنلقي نظرة على عناوين عدد اليوم، وفيها التظاهرات متواصلة في البصرة بعد توقفها وفرض التجوال فيها، والمتظاهرون ينددون بما وصفوه فساد الأحزاب الحاكمة. في العنوان الثاني، متظاهرون ناصرية في محافظة ذي قار يخرجون بمظاهرة ضد الأحزاب الحاكمة ويؤكدون استمرار تظاهراتهم رفضاً لما سموه الظلم والفساد. وختام الزاوية الإخبارية سيكون مع تواصل معاناة أهالي البصرة فيما يتعلق بمياه الإسالة الملوثة التي تصلهم، وعجز الحكومة الحالية عن إنجاز حلول مناسبة لهذه المعضلة. بعد انتشار الميليشيات وخلال زيارة العباد لمحافظة البصرة ومنع المتظاهرين من الخروج، خرج شباب البصرة بمظاهرات كبيرة في مناطق متفرقة من المدينة جابت شوارعها، مؤكدين على استمرارهم ومطالبين بمحاسبة من سموهم قتلة المتظاهرين. البداية مع تجدد التظاهرات في مدينة البصرة بعد يومين من توقفها وفرض حظر التجوال، حيث عاد المتظاهرون يجوبون شوارع البصرة. نتابع. إذن هذا يقطع الشك باليقين ويؤكد أن التظاهرات مستمرة ولم تتوقف. أما الآن نتابع وإياكم لقاءات مع مواطنين من البصرة يرون فيها معاناتهم مع الماء المالح وشحة مياه الشرب والوضع المتردي في عموم المحافظة. حتى ماي مالح نريد نسبع ماكو بعد، كل شيء ما ضل، كان ماي مالح اجوا كل مرجعية حتى المالح راح. وهاي منطقتنا طوب والنخيله قدامكم، طبوا وشوفوها. لاكو ماي ولا كسخه. ورحنا قتلنا العطش. هاي ثوره الامام الحسين الكل يثور بعد، ما نريد واحد يبقى ساكت. رحم الله والديكم، شوفوا هاي البصره كلها خربت دمار. الجيش يقتل فينا، احزاب تقتل فينا، ما ظل واحد شريف ينقذنا بعد. وشكرا، والشهداء هاي اللي قاعد تشوفون صورها، ناس تشيعت بكل مقابر. شوف كان الشعب ما ندري. ماي مالح، حتى ماي ما عندنا، بالحنفيات ما عندنا، التانكيات فرقنا، الله وكيلكم. رايحين نشتري بطاله وهاي نفرغ بالمعجانات ونسبح، كل شيء ما عندنا بعد. وشكرا. الماي مالح، مالح كلش. يعني قد ما مالح ما يعني طين. طين ما لا ينشرب، لا يتغسل فيه، ولا يتغسل بعيونك، حتى عيونه صارت حمر. يعني ايش ما نسوي له ما يصير له اي شر. باقي بعد برحمة الله سبحانه وتعالى. ابو عراق انت الحواشي؟ وين راح سكرت؟ شغله وهالقاعدين بحواسين ماي مالح تعبانين لا شكل كلش جو استاذ ما حد هنا ما حد لا حد وزير لا حد مسؤول لا حد يجي كل شيء ماكو استاذ وهاي تشوف ما قالت العطش ماي ماكو هسه الناس تريد تغسل ملابس ماي مالح يقتل رغم يعني احنا اهل النفوذ احنا يعني الكل بالكل البصره بس لكن الاحزاب والاحزاب السياسيه وهذا المحافظ ولا هذا النصر الله مذاكر تعطيهم يعني مع احتراماتي انت قلت لا تحشي يعني فيعني خمس نفرات ما يقعدون بس لكن هذا كله تاثير الاحزاب احنا الاحزاب مالتها بالبصره اريد البصره
ثورة ثورة الثائرين على الناس الطقاة، ونترحم على صدام حسين. أنا واحد من الناس أخوي عازب على صدام حسين وفلش بيوته، بس يروحون فدوة لصدام حسين، ونفرح مع على صدام حسين ونفديك يا صدام. نشاهد الآن وإياكم متظاهري البصرة وهم يجوبون شوارع المدينة منددين بقتلة المتظاهرين المدنيين السلميين، وهم يرددون: عار عليكم أيها الطغاة أن تقتلوا شعبا خرج بالمظاهرات. نتابع. كما رفع المتظاهرون صور ضحايا التظاهرات الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية ورصاص ميليشيات الأحزاب الحاكمة في تظاهرة كانت قرب مجلس محافظة البصرة قبل أيام. نتابع هذا الحدث معا. أما الآن نشاهد جانباً من المظاهرات التي جابت وتجوب شوارع البصرة، والمشاركون فيها ينددون بقتل المتظاهرين ويؤكدون على استمرار التظاهرات مهما قمعتهم الأجهزة الحكومية والميليشيات. بقونا في إطار التظاهرات، ولكن نذهب وإياكم الآن إلى مكان آخر. متظاهرو الناصرية بمحافظة ذي قار يخرجون بمظاهرة ضد الأحزاب الحاكمة وفسادها كما قالوا، وأكدوا في تظاهراتهم على استمرارهم في ثورتهم ضد الظلم. نتابع. الآن نتابع إياكم والد المتظاهر علي الجبوري الذي قتل برصاص حماية مقر تيار الحكمة في محافظة المثنى، وأكد هذا الرجل أن دم ابنه لن يضيع هدرا في عبارات قالها أثناء تظاهرة لأهالي المثنى شهدتها الساحة المقابلة لمقر تيار الحكمة. نتابع.
أهالي مدينة الديوانية بمحافظة القادسية تحديداً في قضاء الحمزة الشرقي خرجوا هم أيضاً بمسيرة رمزية لتضامن مع ضحايا التظاهرات في البصرة الذين سقطوا برصاص الأحزاب والقوات الحكومية وطالبوا بأبسط حقوق الإنسان الخدمية. نتابع جانباً مما حدث. إذن كانت هذه مشاهد لمسيرة خرج المشاركون فيها وهم يحملون الشمعة تعبيرا عن غضبهم وحزنهم على ما جرى في البصرة. الآن ننتقل من العراق إلى كوبنهاغن في الدنمارك، ولكن الحديث أيضا عن أهالي البصرة وما يحدث هناك. مسيرة صامتة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن للتضامن مع مدينة البصرة وضحايا التظاهرات الذين سقطوا برصاص الأحزاب الحاكمة، جانبا من اللقطات التي أخذت لهذه المسيرة الصامتة نشاهدها الآن. هذه المسيرة تضامنا مع إخواننا وأحبابنا من أبناء البصرة، صور الشهداء، هاي الرسالة نريد نوصلها للعالم عن طريق هاي المظاهرة قامت بها الجالية العراقية في الدنمارك. نذهب الآن وإياكم إلى موضوع آخر يمثل حقا من الحقوق التي خرج من أجلها الشباب العراقي ينادي بضرورة تحقيقها وتطبيقها على الأرض، تحقيقا لا تعليقا. كلكم يعلم وليس جديدا أن نتحدث عن ملوحة مياه الإسالة التي عجزت الحكومة عن إيجاد حل لها في البصرة، فما زال أهالي المحافظة يعانون من ملوحة المياه التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتحديدا في منطقة القبلة التي يعاني أهلها من ملوحة المياه وعدم تصفيتها كونها لا تصلح حتى للغسيل، رغم مرور أشهر على التظاهرات التي تطالب بإيجاد حل لهذه المشكلة. نتابع. الآن إلى منطقة التنومة وهي مركز قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، وفيها ما زالت مضخات مياه الإسالة تضخ المياه المالحة للمواطنين الذين يعانون بسبب ملوحة المياه التي لا تصلح حتى للغسيل أيضا، في وقت ما زالت الحكومة الحالية تواصل عجزها ولا تكون حاضرة إلا فقط في مشاهد قمع التظاهرات التي تخرج للمطالبة بأبسط حقوق الشباب وجميع العراقيين، كما كتب هذا الكلام شباب عراقي على صفحاتهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع هذا المقطع المصور ومن ثم ننطلق إلى فقرة آراءكم. نتابع. Thank you.
حاله هذا ملا في فقرة آراءكم، موكب العبادي الذي قدم إلى البصرة يوم أمس كان مكوناً من مئات السيارات العسكرية والمسلحة، وكأنه متهيباً ومتأهباً إلى معركة، ولم يقدم من أجل حل أزمة مدينة تعاني من أزمة مياه شرب ومن أزمات بطالة ومن واقع أمني متردد ومن تظاهرات متواصلة لم يخرج الشباب بها كما شاع أو كما نشر البعض إشاعات أنهم خرجوا فقط من أجل يعني بث الفوضى في مناطق البلاد، ولكنهم خرجوا للمطالبة بحقهم الذي حرموا منه سنوات. الآن نتابع هذا المقطع المصور للحدث وكيف زار العبادي البصرة، بعده نقرأ عليكم كيف تفاعل الشباب العراقي عبر فيسبوك مع هذه القضية وكيف علقوا عليها. كل هذه العربات التي جاءت وكأنها رتل عسكري دفع الشباب العراقي عبر الفيسبوك ليعلق عليها بطريقته الخاصة. تعالوا لنقرأ عليكم أبرز هذه التعليقات. في التعليق الأول على هذا الفيديو أحمد يكتب: طارت الميزانية، إذن كل مسؤول عنده هيج حماية، إلك الله يا عراق. أحمد يقول: إذا كان العبادي وراءه هذا الرتل وأمامه، فكيف بغيره من المسؤولين؟ إذن هؤلاء هم المتسبب بنفاد الميزانية. إلى التعليق الجديد الآن نقرأه عليكم وكتبته فاطمة علي. تقول فاطمة: شنو أنت من حوراك من نزاهتك؟ هذا الرتل كل وراك خايف من أهل البصرة، امشي عدل ولا تخاف. فاطمة تقول: أنت جئت للبصرة حتى تحل المشاكل أو المفترض أن تقوم به، أم جئت برتل عسكري وكأنك قادم من أجل الحرب؟ إذا كنت آت من أجل أبناء البصرة فعليك أن تأتي دون خوف. الآن إلى تعليق آخر. في التعليق التالي علي البصراوي يكتب: البصرة مو فوضى، الحكومة والأحزاب تسوي الفوضى، وبعدين هذا رئيس وزراء دولة مليئة بالفقراء والمظلومين، وهيج عنده سيارات، يعني خاف بس على نفسه والناس منو إلهم؟ علي البصراوي يتحدث عن الواقع الأمني المتردي في المدينة وكيف أن القوات الحكومية والحكومة الحالية لا تواجه المتظاهرين وحقوقهم التي يطالبون بها، لا تواجههم إلا بقوات الحديد والنار وليس بالحلول الممكنة والمواتية والمناسبة. لذلك أبدى اعتراضه على هذا الرتل من خلال هذا التعليق. الآن إلى تعليق جديد. في التعليق التالي نقرأ ما كتبه عادل. يقول عادل: يخافون من غضب الشعب ولا يخافون من غضب الله، دينهم دنا نيرهم. التعليق واضح ولا يحتاج منا إلى إسهاب أو تعليق إضافي. نذهب الآن إلى التعليق الأخير في هذه الفقرة وكتبه نبراس. يقول: رئيس أعظم دولة بالعالم ما عنده هيج حماية وسيارات، لا حول ولا قوة إلا بالله.
براس يقارن ما بين الحمايات الغائبة عن بعض المسؤولين في أوروبا أو بعض الدول الكبرى والدول المتقدمة، ويقارن ما بين هذا الموكب أو هذا الرتل الكبير الذي صاحبه العبادي معه في زيارته إلى البصرة، وما بين المواكب الأخرى في غيرها من الدول، حتى أن هذا الشاب يقول إن بعض الدول لا يكون لوزرائها ولا لرئيس الوزراء فيها ولا حتى للرئيس موكب مثل هذا الموكب. الآن نذهب وإياكم إلى تويتر. البصرة توحدنا. دعونا نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي اختتمت بهذا الوسم الإلكتروني هاشتاغ البصرة توحدنا. في التغريدة الأولى نقرأ ما كتب مصطفى كامل، يقول مصطفى: بطولة شباب البصرة وتضحياتهم يجب أن ترسخ في عقل المواطن العراقي. مدى تأثير الحراك الشعبي على مجريات الأحداث. هذا الرجل يتحدث عن ضرورة أن ترسخ الحركات في البصرة في روح ونفس وعقل الشاب العراقي، ضرورة ألا يتراجع عن المطالبة بحقوقه. الآن إلى تعليق جديد أو إلى تغريدة جديدة كتبها مهند، يقول مهند: طرد العبادي من البصرة دليل على فشل السياسيين في العراق، ومنذ 2003 في إمكانية إنشاء دولة مدنية عابرة للطائفية. مهند يتحدث عن طرد أهالي البصرة لحيدر العبادي، ويقول إنه كان بمقدور من جاءوا بعد الاحتلال الأمريكي أن يقوموا بإنشاء دولة حقيقية، ولكنهم أنشأوا دول جيوبهم ودويلاتهم الخاصة ولم يهتموا للعراق دولة ولا شعبا. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبها مصطفى سليم، يقول: العراق بلد بلا قانون منذ 2003، وسلطة الميليشيات والفساد لا تحترم حتى التشكيلات أو الشكليات، وإشهار السلاح كتهديد للآخرين. الآن نذهب إياكم إلى التغريدة الأخيرة لنختم هذه الفقرة، وفيها فارس العبادي يكتب: راجعي لكم يا فاسدي الحكومتين الاتحادية والمحلية، لن تخدعنا قراراتكم المزيفة. البصرة توحدنا، كان هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال ال 24 ساعة السابقة. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا للأسف إلى ختام كل ما لدينا من مواد لعدد هذا اليوم من تواصل.com. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية. إلى اللقاء.